السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معكم دكتور احمد فايز، والف مبروك ليكم يا شباب، وصلتم لاخر فيديو في الكربوهيدرات، وان شاء الله هيكون اصغر فيديو تمام في الكربوهيدرات. تمام؟ تمام. وهو بيتكلم على الكونجيجيتد كربوهيدرات، وخلي بالك احنا طول ما احنا ماشيين في اول ثلاث شباتي بننهي دايما بكلمه كونجيجيتد، يعني دلوقتي في الكربوهيدرات اخر فيديو كونجيجيتد كربوهيدرات، في الليبيدز اخر فيديو اخر فيديوهين او ثلاثه عن الليبيدز كبيره شويه هيبقى عباره عن كونجيجيتد ليبيدز، اخر بروتين كونجيجيتد بروتينز وهكذا. تمام؟ تمام. فاحنا خدنا من الكونجيجيتد كربوهيدرات، خدنا منها البوتسوجلايكانز المره اللي فاتت. وهنرجع عليها السنه دي، وهنرجع عليها المره دي اسف. وهناخد دلوقتي الجلايكوبروتينز، اتبقى لنا حاجه اسمها جلايكوليبيدز. الجلايكوليبيدز دي هتدرسها مع الليبيدز ان شاء الله لانها شابتر كبير قوي. يبقى دلوقتي ننهي الشابتر بالبوتسوجلايكانز والجلايكوبروتينز. تمام. احنا نشتغل في صوره مقارنه، ان احنا نقعد نشتغل نقارن البوتسوجلايكانز والجلايكوبروتينز، ما هم الاثنين عباره عن كربوهيدرات ماسكه في ليبيد، اما كربوهيدرات ماسكه في بروتين، ايه الفرق بينهم بقى؟ هو ده اللي احنا نشتغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنبدا بالجلايكوبروتينز. الجلايكوبروتينز ليها اسمه ميوكوبروتينز، ولو سمحت واحنا ماشيين على مر المنهج كل ما تظهر لك كلمه ميوكو جمعها، يعني احنا ظهر لنا المره اللي فاتت اتنين ميوكو، واحد اسمه ميوكو بوليساكاردز اللي بنقول عليها كلمه جاكس، وكان حاجه وفي كان مرض اسمه او مجموعه امراض اسمها ميوكو بوليساكاردوس تايب 1، ده اللي احنا قلنا لك منها الشاي سندوم والهيلر سندوم، يبقى ده مرض. النهارده ظهر لك الميوكوبروتينز اللي عباره عن جلايكوبروتينز. في المستقبل يظهر لك مثلا مجموعه من الامراض اسمها ميوكوليبيدوزس تايب 2. تمام؟ فاحنا طول ما احنا ماشيين كده كل الميوكوهات جمعها مع بعضيها لو سمحت يعني، وما تلخبطهمش ببعض. المهم احنا دلوقتي هنعمل جدول طويل عريض كبير مهم ما بين البوتسوجلايكانز والجلايكوبروتينز. هما الاثنين عباره عن كربوهيدرات ماسكه بروتين، ولكن البوتسوجلايكانز اليد العليا للسكريات، اليد العليا للسكريات، 95% سكر و5% بروتين، والسكر عباره عن جاكس. تمام. الجلايكوبروتينز اليد العليا للبروتينز في الغالب، ممكن يد عليا للكربوهيدرات برضو بس مش قوي، يعني الكربوهيدرات اخرها تبقى 85% وممكن تبقى قليله جدا لدرجه 1%. المهم انه ايه، انا عايزك تاكل واحده الجلايكوبروتين ليس شوجر مور بروتين بس، ماشي. ومين السكر اللي فيها؟ السكر اللي فيها عباره عن اوليجوساكرايد بسيط، ولو انت فاكر معايا من المره اللي فاتت الاوليجوساكرايد كانت بتوصل لاخرها ايه 10، من 3 ل 10. تمام. هيمسكوا في بعض ازاي بقى؟ دي النقطه المهمه، ودي تقريبا اكتر نقطه هتلخبطك في المحاضره، فركز معايا. البوتسوجلايكانز احنا شرحناها بس نعيدها. قلت لك البوتسوجلايكانز هات الصوره بتاعت المره اللي فاتت، ان وليكن الكوندروتين سلفيت ده كان عباره عن ايه؟ جاكس، ماشي. هيرتبط بأو جلايكوسيدك بوند نوعها بيتا 124، هيرتبط بايه؟ بتترا سكايد لينك. هو مش بيروح يرتبط بالبروتين على طول، لا ده لازم يكون في واسطه ما بينهم. فالمهم هذه الاو جلايكوسيدك بوند ما بين الجاكس وما بين التترا سكايد لينك، التترا سكايد لينك او بريدج، ماشي. التترا سكايد لينك بتتكون من جلاكتوز، انا اسف، جلوكوز، جلاكتوز، جلاكتوز، زيلوز. قلت لك ما تحفظش الحته دي. المهم الزيلوز الانومير الكربون بتاعه هيرتبط باو جلايكوسيدك بوند برضه مع الاو اتش جروب اللي موجوده في السرين. طب هو يرتبط باي سرين كده والسلام؟ ما الامين اسيد ممكن يكون في 100,000 سرين، ماشي، يرتبط بال 100,000 كلهم؟ لا، لازم سرين بشروط معينه. سواء قلت لك ساعتها سرين ريسيديو، لازم سرين بعد جلايسين بعد اكس بعد جلايسين. تمام؟ تمام. مش مهم الكلام ده، المهم ان هو لازم سرين بشروط معينه. واللي انا عايز اوصل لك بيه ان رابط هنا، رابط الرابط ما بين الكربوهيدرات والبروتين عباره عن نوع او جلايكوسيتيك بوند. تمام. اما في الجلايكوبروتينز، الجلايكوبروتينز فعندك ممكن تعمل او جلايكوسيتيك بوند وممكن تعمل ان جلايكوسيتيك بوند. ما تفتكر كده معايا من الفيديو بتاع الديريفيتيفز كان ايه الفرق بينهم؟ الاو جلايكوسيتيك بوند انا برتبط بمجموعه او اتش، الان جلايكوسيتيك بوند انا برتبط بنيتروجين. تمام؟ تمام. فحضرتك الاو جلايكوسيدك بوند يبقى انا برتبط بالاو اتش جروب لاني امينو اسيد، لا اما سيرين لا اما سيريونين، احفظ الاسمين، لا اما سيرين لا اما سيريونين. كده كده لما هنيجي شابتر البروتينز عندنا في البروتينز انت عارف الحوارات دي بتتكون من امينو اسيد، والامينو اسيد بتتكون عندنا في الجسم 20 امينو اسيد، انت هتحفظ ال 20 امينو اسيد شكلا واسما. تمام؟ فيعني لما يجي وقتها انا عايز دلوقتي انت حفظت ايه؟ ثلاث اسامي. يبقى انا في الجلايكوبروتينز لما بعمل او جلايكوسيدك بوند تو سيرين اند سيريونين اور سيريونين، تمام، او بعمل ان جلايكوسيدك بوند برتبط بان نيتروجين اللي في الاميد جروب بتاعت الاسبرجين، يبقى انا من الاخر انا في الجلايكوبروتين الكربوهيدرات يقدر يرتبط بواحد من ثلاث امينو اسيد،
لا اما السيرين لا اما السيرينين، ودول بيرتبط بيهم بمجموعه الاو اتش بتاعتهم عن طريق او جلوكوسيد بوند، لا اما الاسبرجين وده بيرتبط بمجموعه الامايد بتاعتهم عن طريق الان جلوكوسيد بوند. ماشي، النقطه المهمه بقى وهي نقطه هيستولوجي بس ممكن تيجي سؤالك جدا جدا عليه في البايو كيمستري، الاو جلوكوسيد بوند بيحدث فين والان جلوكوسيد بوند بيحدث فين؟ لو انت مذاكر هيستولوجي في السيتولوجي هتعرفها. والله عدى عليك، احنا قلنا حتى في الانترودكشن في اول فيديو خالص انا فاكر مشيت معاك خطوه خطوه قلت لك السيل ستراكشر، وقلت لك يا صديقي البروتين بيتصنع في الريبوسوم اللي قاعده على الرف اندوبلازم ريتيكولم، ثم تدخلها في رف اندوبلازم ريتيكولم اللي هي عباره عن شبكه طرق، تمشي في الشبكه الطرق دي ويحصل فيها شويه تعديلات، ثم يخرج من الرف اندوبلازم ريتيكولم ويروح للجولجي كومبلكس اللي هو يحصل بيه ان هو بيتكيس وبيتعبى، وبيتعبى ويروح ماشي في عربيه نقل اللي كان اسمها سكريتوري فيزيكل، والسكريتوري فيزيكل تخرج البروتين عن من السيل ممبرين. فاكر انت الكلام ده ولا لا؟ اعتقد انك انت فاكه، لو ما كنتش فاكه مني هتفتكره مني هيستولوجي. المهم يعني، طب ايه هي التعديلات الصغيره اللي بتحدث في رف اندوبلازم ريتيكولم، ويعني ايه تكيس وتعبئه بيحصل في الجولجي كومبلكس؟ بنيجي نقول لك ان عند رف اندوبلازم ريتيكولم بيحدث فيها انيشال، يعني بيبدا فيها الان جلايكوسيليشن. تمام تمام. اما في الجولجي كومبلكس اول حاجه بيحصل فيها حاجه اسمها ماتيور ان جلايكوسيليشن، يعني اكني بكمل ان جلايكوسيليشن، وبيحصل فيها الجلايكوسيليشن الاو جلايكوسيليشن، يبقى الماتيور ان والاو جلايكوسيليشن. تمام، يبقى انا قلت لك كده الاو جلايكوسيليشن بيحدث فين؟ في جولجي كومبلكس بس. اما الان جلايكوسيليشن انيشالي بيحصل في الجولجي كومبلكس، في الرف اندوبلازم ريتيكولم، وماتيور بيحصل، والماتيور بتاعه بيحصل في الجولجي كومبلكس. دي كانت حاجه مهمه لازم تكون عارفها. تمام، يبقى الاو جلايكوسيديك بوند في الجولجي، والان جلايكوسيديك بوند في انيشالي في الار اي ار، وماتيور في الجولجي. تمام تمام. والاو جلايكوسيديك بوند بتحدث مع السيرين والسيريونين، والان جلايكوسيديك بوند بتحدث مع الاسبرجين، وبرده بنفس الحكايه، مش اي اسبرجين والسلام، مش اي سيرين والسلام، مش اي سيرين والسلام، لازم سيرين بشروط معينه، سيرينين بشروط معينه، اسبرجين بشروط معينه. تمام، تعال نمسك الكربوهيدرات كده ونتعرف على خواصها. الخواص بتاعت البروتوكلاكانز عارفينها، قلنا لك غالبا يوجوالي مور ذان 50، بتبقى عبارة عن ريبيتنج دايسكرايد، منها اسيتك شوجر ومنها امينو شوجر، بتبقى ان برانشد، بيبقى فيها كونتين يونيك شوجر، وقلنا لك ان اليونيك قلنا لك ان بتبقى اسيتيليتد او سلفيتد. تمام تمام. الجلايكوبروتينز بتبقى صغيره كلها على بعضها كده less than 15 يونت، ماشي، ما بيبقاش فيها ريبيتنج شوجر، لا شويه جلوكوز شويه جلاكتوز شويه فاكتوز شويه نكتوز، ما فيش ريبيتنج شوجر، ما فيش ترتيب معين يعني. بتبقى برانشد غالبا، اكتب يوجوال هنا، مفيش فيها يورينيك اسيد ومفيش فيها سلفيت. تمام، يعني اعمل العكس، انت حفظت البروتوجلايكانس اعكسها الناحيه الثانيه بس خلاص. اكزامبلز في البروتوجلايكانس، عدينا على هيونيك اسيد، كوندرتين سلفيت، كاراتين سلفيت، هيبرين، هيبرين سلفيت، والدراماتين سلفيت، عدينا على الكلام ده كله وشرحهم الفيديو اللي فات. اما في الجلايكوبروتين احفظها، خمسه ومرتبطاتها، سته ومرتبطاتها، تسعه. خمسه ومرتبطاتها بنتوزس، يعني ارابينوز غالبا او زيلوز، ماشي، ومرتبطاتها الميثايل بنتوزس زي ال فكوز، اللي فكوز. تمام، هيكسوزس زي الجلاكتوز او المنوز، وعندك الاسيتايل هيكسو امينز زي الان اسيتايل جلوكوسامين، وعندك السالك اسيد. ما حدش هيسالك على الكلمات ده كله يعني، بس يعني اعرف ان شويه دول موجودين عندنا. ماشي، الفانكشنز، الفانكشنز بتاعت البوتوجلاكتوز قلت لك بتدخل في تكوين الكيستاسيلا ماتكس، وبتدخل في تكوين الجاونت بتاعت البونز والكارتج والليجمنت والتندون والسكن كمان، وبتدخل في تكوين الكورنيا، بتدخل في تكوين السكليه، بتدخل في السيل ممبرين، الهيبرنت سيرفيس، بتدخل في تكوين البيزمنت ممبرين، واحفظ الجمله دي افتكرها معايا وانت ماشي في الطريق. الكلام ده كله يعني ما فاتت. نمسك بقى في الجلايكوبروتينز، هو الكلام ده كله المهم اساسا انك انت تحفظني الحته بتاعت الاو جلايكوسيد بوند والان جلايكوسيد بوند والحته بتاعت الفانكشنز بس، مش عايزك منك تطلع باي حاجه غير دول، والكلام كله باقي الكلام اي هبل. ماشي، نركز على الفانكشن بتاعت الجلايكوبروتينز. لازم تعرف جمله وتحطها قدامك، ان موست اوف بروتينز ان ذا بودي ار جلايكوسيليتد، معظم البروتينات محطوط عليها كربوهيدرات، فبالتالي انت ممكن تقول الوظائف بتاعت البروتينز وهي هي يعتبر وظائف الايه الجلايكوبروتينز. اهم حاجه الاكسترا سيلولار ماتريكس،
انا قلت لك المره اللي فاتت ان النكستا سيناماتيك بتتكون من كولاجين وبوتيوجلايكانز وفايبرونكتين و واساسا الفايبرونكتين والكلام ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن جلايكوبروتينز. ما هو الفايبرونكتين عباره عن جلايكوبروتينز، تمام. فعندك الاكسترا سيلولماتيك ده اول حاجه. تاني حاجه بتدخل في تكوين الميوسين. الميوسين ده اما اللي هو ايه، المخاط، الميوكس، ماشي. فالمخاط ده موجود عندك في الريسبيراتوري سيستم، الناس اللي موجود في البرونكاي، موجود عندك في الجي اي تي، ماشي على الجي اي تي من اول الاسوفاجس لحد في الانتستين نفس اللي عندك في الاستومك، وده اللي بيحمي الاستومك، وفي الانتستين لحد نهايه الريكتم خالص. عندك في الجينيتال سيستم. مهمه الميوكس دي، اهميه الميوكس حاجتين، واحد لابريكانت، حاجه مشحمه كده الطريق بدل ما الاكل يقف في زورك، لا حاجه مشحمه لك الطريق. والاهم بروتكشن، بيكون في انتي بودي اميونوجلوبين اي، تمام. فالميوكس بيكون قاعد عليه اميونوجلوبين اي. فالميوكس بروتكشن ولابريكانت للثلاثه سيستمز بالتراكت بتاعتهم، ماشي. البلازما بروتينز، مو كل البلازما بروتينز عباره عن جلايكوبروتينز، وخصوصا الاور، وما تنساش الانتي بوديز. الانتي بوديز كلها عباره عن جلايكوبروتينز، ماشي. الهرمونات معظم، مش كل، معظم الهرمونات عباره عن جلايكوبروتينز. لان الهرمونات عندنا نوعين، يا اما جلايكوبروتينز يا اما تبقى سترويد، يعني ليبيدز، يعني ستويد، ماشي. انت المره الفيديو الجاي على طول هنبدا في الليبيدز، واثناء ما احنا ماشيين في الليبيدز هنشرح حاجه يعني ايه كلمه ستويدز، والستويدز بتكون لك الهرمونات، تمام. فالمهم من الاخر هنقسم لك الهرمونات الى بروتينات ودهون. البروتينات بتبقى جلايكوبروتينز، زي مثلا الاف اس اتش اللي هو الفوليكولار ستيميوليتنج هرمون، اللي بتاع الاف اس اتش والال اتش اللي هو بتوع اللي طالعين من الغده النخاميه يعني، وهكذا. والاي بي او ده اللي هو ايريسوبيوتين، ده ايريسوبيوتين ده هرمون بيطلع من الكدني والليفر، من الكليه والكبد، عشان يشجعوا تكوين الار بي سي من البون مارو، من نخاع العظام، تمام. الانزيمز، كل الانزيمز عباره عن بروتينز، معظمها جلايكوبروتينز. البلازما ممبرينز، ودي اللي انا هركز عليها شويه. البلاد جروبز عباره عن جلايكوبروتينز. انت طبعا عارف ان البلاد جروبز بتاعتك في انواع كتير من الانتيجنز اللي موجوده على بلاد جروبس، من اهمهم حاجه اسمها اي بي او سيستم او الاي بي او انتيجن والار اتش سيستم، دول اكتر اشهر اتنين بنستخدمهم. يعني الاي بي او سيستم ان احنا بنقسم البلاد جروب، واحد جروب اي، واحد جروب بي، واحد جروب اي بي، واحد جروب او، تمام. وانت حتى فاكر مستقبل العام والمعطى العام والكلام ده كله والمانح العام وهكذا، هنشرح دلوقتي الاي بي او سيستم ده. وعندك السيل سيرفيس ريسبتورز، كل ريسبتورز او معظمها يعتبر، اللي ولا اقول لك كلها، كل ريسبتورز الموجوده على السيل ممبرين، المستقبلات الموجوده على السيل ممبرين عباره عن جلايكوبروتينز، تمام. حاجه اسمها جلايكوفولين، ودي موجوده في السيل ممبرين بتاع الار بي سي، بتخلي لك السيل ممبرين ماسك في نفسه، فبالتالي بيزود لك العمر بتاع السيل ممبرين، فبالتالي الار بي سي تقدر تقعد 120 يوم، ماشي. بولونج لايف سبان اوف ار بي سي سيل ممبرين. يبقى لما اقولها لك كده افتكر انها موجوده في الاكسترا سيل ممبرين، بتكون لك الميوكس، الميوكس بيحمي وبيشحم، البلازما بروتينز والانتي بوديز، نص او معظم الهرمونات، الانزيمز، البلازما ممبرينز افتكري منها البلاد جروبس، السيل سيرفيس ريسبتورز، والجلايكوفورين. الجلايكوفورين موجود على الار بي سي عشان يقوي السيل ممبرين ويخليها تقعد فتره طويله، والبلاد جروبس موجود على الار بي سي برضه، ماشي. والسيل سيرفيس ريسبتورز موجوده على الار بي سي، فانت افتكر موجوده على كل الخلايا، ماشي. فانت ممكن الار بي سي خليه، فانت افتكر ان الار بي سي، وافتكر لي السيل ممبرين موجود عليها، السيل ممبرين موجود انتيجنز بتاعت الايبو سيستم، وعشان تقوي نفسها وتقعد 120 يوم موجود في جلايكوفرين، وزي اي خليه موجود عليها ريسبتورز، تمام. نمسك الاي بي او سيستم. المعلومات دي غالبا مش هتبقى مطالب بيها بتاعت الاي بي او سيستم، بس نشرحها من باب العلم للشيء، وانت كده كده هتاخدها في وقت ما في الفسيولوجي في موديل البلد. انت الاي بي او سيستم، الانتيجن دي قد تكون جلايكوبروتينز وقد تكون جلايكوليبيدز. سيبك من الحته بتاعت البروتينز او الليبيد، دي حته ثابته، يعني سواء اي ولا بي ولا او ولا اي بي، كلهم الحته بتاعت البروتين او الليبيد ثابته. امال الاختلاف فين؟ في الحته بتاعت الكربوهيدرات. بص يا شباب، الاي بي او سيستم عند حضرتك على السيل ممبرين طالع منك بروتين، والبروتين ده هو نفسه السيل ممبرين الليبيد بغير، وفي ماسك فيه بروتين، فالحاجتين دول ثابتين. الحته دي اهي، ثم في حته اوليجوساكايد فوقيها برضه ثابته، ثم بعد كده في حته ثلاثه سكريات ماسكين في بعض ثابتين برضو. تعال ناخدهم كده بالترتيب، واحد ان استايل جلوكوسامين اللي باللزقه ده، ثم الدايره الصفراء دي عباره عن جلاكتوز، ثم المثلث الاحمر ده عباره عن فكوز. واللي فاكر منها انا قلت لك لما كنا بنتكلم على الشوجر ديريفيتيفز، جبت لك الدي اوكسي شوجرز، وقلت لك ان في حاجه اسمها فكوز، والفكوز ده كان عباره عن 6 ال 6 دي اوكسي ال جلاكتوز، وده كان شغال في البلاد جروب، تمام.
فحضرتك اهو شفنا الفكوزه اخير يعني اهو تمام. فالثلاث حتت دول ثابتين، البروتين والليبيد ثابتين، الحته بتاعت الاوليجوسترات ثابته، الحته بتاعت بنفس الترتيب ان استار جلوكوسامين ثم جالاكتوس ثم فكوز ثابتين. ايه اللي مختلف؟ بزود مونوساكرايد واحده، هو ده الاختلاف. في الاو انتيجين ما فيش ما بزودش اي حاجه كده، خلاص المركب خلص. في الاي انتيجين في الاي فصيله ايه بزود فوق الجالاكتوز، بمسك في الجالاكتوز، بمسك فيه ان اسيتيل جالاكتوسامين، يعني الجالاكتوز بيمسك فيه جالاكتوسامين تمام. اما في حاله البي انتيجين فالجالاكتوز بيمسك فيه جالاكتوز ثانيه، الرابطه هنا بتبقى الفا 1 3 او جلايكوسيدك بوند تمام. يبقى نرجع تاني، انت عندك البروتين والليبيد ثابتين، اوليجو حته اوليجو سكرات بعديها ثابته، ثم ان اسيتيل جلوكوسامين ثابته، ثم جالاكتوز ثابته، ثم فكوز ثابته. ايه اللي بيختلف؟ بحط على الجالاكتوز حاجه، في الاو انتيجين ما بحطش حاجه، في الاي انتيجين بحط ان اسيتيل جالاكتوسامين، في البي انتيجين بحط بحط جالاكتوز ثانيه ماشي. طب في الاي بي بحط الاثنين، الاي بي هيبقى عند حضرتك الانتيجين ده وعندك الانتيجين ده منفصلين عن بعض مش ماسكين في بعض يعني تمام تمام. فده الاو اي بي او سيستم، اي بي او سيستم. افتكر الحته دي، ان اسيتيل جالاكتوسامين ماسكه في جالاكتوز ماسكه في جالاكتوز، والاختلاف الحته اللي ماسكه في الجالاكتوز بالالفا 1 3 لينكج، قد تكون ولا حاجه فده او انتيجين، قد تكون ان استايل جالاكتوسامين فده يبقى اي انتيجين، قد تكون ان جالاكتوس برضو فتبقى بي انتيجين. ده الاي بي او سيستم. كده خلصنا الجلايكوبروتين كوصف سريع كده، عرفنا اهميتها. ما تنسانيش ابوس ايدك حته الاو جلايكوسيدك بوند وان جلايكوسيدك بوند، ما تنسانيش حته ما فيش يونيك اسيد ولا سلفيت وانها برانشت، ما تنساش الفانكشن اكستاسينوماتكس ميوسين هرمونز انزيمز بلازما بروتين بلازما ميمبرين اي بي او جروب سيل سيرفيس ريسبتورز والجلايكوفورين. شرحنا الاي بي او سيستم. مين عندنا بقى حاجتين مميزين من ال من ال من الجلايكوبروتين؟ واحد اسمه فايبرونكتين، واحد اسمه لامينين، وهما الاثنين داخلين في تكوين الاكستاسينوماتكس ماشي. نمسك الفايبرونكتين. الفايبرونكتين هو عباره عن هاي مونيكولار ويت جلايكوبروتينز. انا مش عايز اكتر من الاربع معلومات دول، ولا عايز اقول لك الاربع معلومات دول كتيره كمان ماشي. يبقى هو عباره عن جلايكوبروتين تقيل موجود في الاكستاسينوماتكس ماشي. هو عباره عن والله عباره عن صفين شبه بعض ماسكين ببعض بدايسلفايد بوند، فبنقول ان هو دايمر. يعني ايه دايمر؟ يعني بيتكون من اتنين مونومر ايدنتيكال، شبه بعض بالظبط، ومش عايزك تقول لي المونومر ده بيتكون من ايه. بس انا كل اللي عايز اقول ان هو دايما بيتكون من تو ايدنتيكال مونومرز ماسكين ببعض بداي سلفايد بوند، يعني داي سلفايد يعني اس يعني كبريتيد ماشي. هم موجودين في الكيستا سينماتكس، والكيستا سينماتكس بتتكون من اربع حاجات، بروتوكليكانز مشهوره اكتر في الهيبرين سلفيت، وال بسم الله الرحمن الرحيم والكولاجين والفايبرونكتين واللامينين. فهو في الكيستا سينماتكس ماسك في الكولاجين والفايبرين والهيبرين سلفيت ماشي. وجوه وبقى هو واصل على السيل ممبرين ماسك في الانتجرينز، والانتجرينز دي ماسكه من جوه الخليه في السيتوسكيلتون. رجع معايا الصوره دي، ادي البروتوجلايكانز اللي انت فاكر فاكر الشكل الطويل ده بتاع الطويله اللي في النص دي الهيالورونيك اسيد، واللي حواليها ده كان الصفه دي البروتينز، وده هنا الكيراتين سلفيت، وده عباره عن الكونديتين سلفيت تمام. فده مهم ان هو البروتوجلايكانز ماسك في الكولاجين، وادي الفايبرونكتين. الصوره دي مش موضحه اللامينين بس ماشي. الفايبرونكتين هو ماسك في الانتجين. ايه هو الانتجين ده؟ ده البروتين اللي هو ماشي بطول السيل ممبرين، فده ايه الانتجين. والانتجين لو انت شايف لديل داخل جوه ماسك في الاكتين فيلمنت اللي هم موجودين في السيتو سكيلتون. يعني تقدر تقول لي ان الخليه من جوه متصله بالاكسترا سيلولار ماتريكس من بره عن طريق الانتجين. الانتجين موصل السيتو سكيلتون جوه بالفايبرونكتين من بره اللي هو الاكسترا سيلولار ماتريكس. افتكر الحته دي يا ابو سيديك. عشان كده اقول لك ان الاكسترا سيلولار ماتريكس بيعمل على انكور ذا سيل، يثبت الخلايا، وبيعمل على الكوميونيكيشن. بيعمل على ايه؟ الكوميونيكيشن. ما هو موصل اللي جوه باللي بره. الخليه اللي حواليها يعني لو قلنا خليه موجود خليتين اهو، خليتين في هنا سيتوسكيلتون، فيطلع منها انتجن. انتجن متصل بالفايبرونكتين، والفايبرونكتين ماشي في الاكستاسينوماتكس، والفايبرونكتين تاني من هنا داخل متصل بالانتجن بتاع الخليه دي وداخل على السيتوسكيلتون. مش انا كده عملت كوميونيكيشن وثبتت الخلايا في بعض؟ طب ما دي وصفت الاكستاسينوماتكس، قلت لك بيثبت كونكت وكوميونيكيشن تمام تمام.
مش عايزك تعرف اكتر من كده. فبالتالي ايه هي الغول بتاع الفايبرونكتين؟ والله بيعمل سيل اديشن، بيلزق الخلايا في بعض، وزي الاكسترا سينماتكس عادي بيعمل على الخلايا انها يحصل لها مايجريشن ديفرنشيشن وديفرنشيشن. وبعد بتكلم في امبريوجينيك ديفلوبمنت زي ما قلت لك في الهايونيك اسيد، وطبعا في الوند هيلينج. بس الكلام كله جديد، ومش هسالك على، مش هسالك غير على الكل ممكن ان هو موجود في الاكسترا سينماتكس وان هو مرتبط بالحتتين دول، دي اللي ممكن اسالك عليها بس خلاص. والدايسلفايد بوند ممكن اسالك عليها، لا ثلاث سطور فوق. اما دي فانت عارفها اساسا من الكيستا سينماتكس، من الهيونيك اسيد والكوندتين صلفين والكراتين صلفيت وهكذا. ماشي، اللامينين، اللامينين عباره عن هاي موليكولار ويت جلايكوبروتين موجود في الكيستا سينماتكس، ومش عايزك حتى توصفه لي. ده هو وصفه وزل شويه ان هو بيتكون من ثلاثه الونجيتد بوليبتايد. طز، مش كاتبه، ما تقولوش، مش هتلاقي حتى مكتوب عندك ممكن في الكتب. بايند تو بروتوجلايكانز وكولاجين والاكتين، يعني هما نفس الحاجتين بس غيرت، شلت الفايبرينوجين وحطيت الاكت. ماشي ماشي. اتهال البتاع ده شكله، لو انت شفته دوست كده على النت وشفت شكله هتلاقي ان هو ليه اربع مفاتيح، اربع ابواب، اربع ارمز، اربع ايدين، ثلاثة صغيرين قصيرين وواحدة طويلة. الثلاثة القصيرين متصلين بلامينين تاني، فاللامينين ماسك في لامينين، والواحدة الطويلة ماسكة في السل. طب ما هو ليه؟ ما هو اللامين ايه؟ موجود في الكيستا سيلوماتكس، مسؤول عن اللي هو انكور ذا سيلز، عشان كده ماسك في السيل. ماسك ايه في السيل؟ ما هو ماسك الخلايا، فالخلايا في بعض، وانا كده انكور السيل، ثبت الخلايا في بعض. اتفورم ازاي؟ وكمان النقطه بقى مهمه جدا، بتكون لك البيزمنت تمبرين اللي موجود عليه الابسيل التشو. مين تاني قبل كده خدناه بيكون لك البيزمنت تمبرين؟ فاكر الهيبانان سلفيت؟ يبقى افتكر الاثنين دول. لامينين is the most abundant protein in the basement membrane، وما ننساش الهيبانان سلفيت، هما الاثنين مهمين عشان يكونوا البيزمنت تمبرين، هما الاثنين مهمين عشان يكونوا البيزمنت تمبرين بتاع محفظه بومن اللي موجوده في الكدني، فهما الاثنين مهمين عشان الجلومينال فلتريشن ريت. امسك كده، لو انا قلت لك ايه هو الفانكشن بتاعت اللامينة، it is vital to making sure that overall body structures are held together. طب ما انا لسه قايل لك bind to cells، فبالتالي anchor the cell، ودي وظيفه الاكسترا سيلوماتكس. The major protein component of basal lamina of renal glomerulus thus play role in glomerular filtration rate. طب ما انا لسه قايل هو والهيبرين سلفيت بيكونوا لك البيزمنت تمبرين بتاع سيل التشو اللي بتكون في محفظه بومن، فبالتالي هو بيلعبوا دور مهم جدا في عمليه الترشيح. ماشي، محتاج منك معلومات تاني اطلاقا. بس كده احنا خلصنا الكربوهيدرات. انا قلت لك ان الفيديو هيكون صغير والفيديو هيكون معلومات بسيطه. انا متاكد ان اللي انا قلته في الفيديو ده اكتر بكتير من اللي انت مطالب بيه. قلت هو كل فيديو على بعضه يعني مش مكملش نص ساعه، بس هو اكتر من اللي انت مطالب بيه عشان بس للفهم. اتمنى ان يكون شابتر الكربوهيدرات كله كامل بقى واضح. اتمنى ان تكون بتحضر الكويزات اللي عليها، واتمنى انك انت لو عندك اي سؤال تسالني على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.